السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لما الكوليسترول الملكي يرتفع في الدم تيولي الانسان يعني مرتخي، كيولي ضجيج، كيولي يتقلق، كيولي يديه تقال ورجليه تقال، مع المرات كيوصل حتى للتنمل في الرجلين، كيولي راسو يضرو، كيولي عينيه حمرين، كيولي عنده اعراض ان الجسم ديالو كيتوقف كيتخنق. هنا الكوليسترول هو يعني شيطان الاسم، يعني كيجري في مجرى الدم. الكوليسترول ما ساهلش يعني، والعكس ديالو اللي كيقضي عليه هو الاوميغا 3، اوميغا 3. نعم، الاوميغا 3 ما يخليش هذا الكوليسترول يعني يطغى في هذا، خصوصا لما يتاكسد من الحميد الى الخبيث هذا. ف يعني هذا السيده قالت جوج الانواع ديال الخرقوم، لا يعني ربما تكون تتكلم على هذيك المسحوق الصفر اللي في الباكيه الصناعي اللي كيصفروا به الدجاج وكيصفروا به اللحوم اللي يبغوا يحمروا. نعم، هذاك ملون يجب ان لا يستهلكه الناس، يجب ان لا يقربه. الخرقوم البلدي هذا الكركم ملون، كنتكلموا على الخرقوم البلدي العروقه اللي كيدقوهم الناس في المهراس، يعني هو هذا الكركم. عليا ما غاديش يتشابه على الناس، لان عندنا اللغه الفرنسيه الناس يعني تقريبا بعض المرات يعني كيفهموها اكثر من اللغه الام. مع الاسف الشديد ان لا كيوركيمين، هذه مكون لا كيوركيمين اللي موجود في لو كيوركيما، هو سميتو لو كيوركيما بالفرنسي، هو هذا هو ملون وملوه ملون ومنكي. نعم، ولذلك انا اكتفي به في الطبيخ فقط. نعم، مع زيت الزيتون والبصل هذيك انا اكتفي به، يعني ملون ومنكي. عنده واحد النكهه الناس يستعملوه بكميه كبيره. نعم، الاستعمال ديالو اللي كان في المغرب معروف، الاستعمال ديالو بكثره كان في الحريره الحمضاء. فعلا كانوا كيستعملوا الناس في الحريره، كانوا كيديروا ملعقه كبيره. ومن اللي كيدار في الحريره الا داروا، يا ليت لو كان الناس يديروا 4 ملعقات كبار يكون احسن. وما يعملوش ابزار. نعم، يعملوش ابزار لان الابزار من البهارات الخطيره. من الاحسن يعملوا كركم، لان الان العصر ديالنا ما بقاوش الناس يتحملوا البزار. الابزار كانوا كيتحملوا الناس ملي كانوا كيعيشوا على الطبيعي، وكان جهاز هضمي قوي جدا من الحديد. اما الجهاز الهضمي الان اصبح هش، ولا يقدروا الناس على الابزار. ما يقدروش اذا كانوا مضطرين يديروا غير واحد الكميه قليله جدا. نعم، لتنكيه او باش ياخذوا واحد النظافه باش ما يحسوش حتى هذيك. على عكس الفلفله الحاره. الفلفله الحاره هي جيده، بالعكس يعني هي جيده، لان هي كتسخن الجسم جيده حتى لاصحاب السكري. الناس المصابين بالسكري هذه الفلفله الحاره مزيانه، يعني تكون عندهم في الطبيخ ديالهم جيده. وكاين بعد النساء المدمنين بهذا المشكل، هي مغريه. نعم، كيبقاو ياكلوا في الفلاح حتى كيبكيو، يعني حتى كيسيلوا الدموع ديالهم. جيدة ما يكثروش منها، ولكن الناس اللي عندهم بعض الالتهابات على مستوى المعدة من الأحسن ما يكثروش منها. يتفاداوها. لأن هذيك ليريتاسيون، يعني هذيك القضية ديال الحريق ديال هذيك الفلفلة يكون عندهم مشكل. هذه السيدة كتقول لها قالوا لها ما تكثريش من الكركم لأنه يسبب، لا هو العشبة الوحيدة التي ليس لها أعراض جانبية ولا تسبب أي مشكل في الجسم هي الكركم. واخا يتناولوا الناس منه حفنه في اليوم، يعني هو ليس هناك اي مشكل، هو امن. امن، لان احنا عندنا اللائحه ديال الاعشاب، وعندنا ماشي مضره. نعم، لا عندنا اللائحه ديال، انا كل عشب ولا كل مكون كنشوفوا الخطر ديالو، واش فيه نفع زائد واحد الماده سامه. الا كثرتي الشيبه مثلا، الشيبه فيها واحد الماده سامه ولكن نيروتوكسيك، ولكن الى بالكميه اللي كيتناولوها المغاربه جوج العراش ولا ثلاثه هي جيده. بالعكس هي ما تينقعوها في الماء الساخن عاد كيديروها في الماء جيده. بحال القرفه مثلا، القرفه كذلك قويه جدا. الناس اللي عندهم مثلا قشور كلوي يتفاداوا القرفه، لان القرفه قويه من الاعشاب القويه جدا. كذلك البزار، البزار فيه الصفرول، والصفرول ماده سرطانيه يعني. فهذه المكونات احنا كما قلنا برنامج عام، والبرنامج كيأثر الناس، كيوريهم الاشياء يعني المعلومات. هذه معلومات قويه جدا، والناس الان كيفضلوا الاعلام على قراءه الكتب. أكيد. ولذلك فهذا البرنامج توصل المعلومه بسرعه، واحد المعلومه والى عقلوا سجلوا نيت هذه الحلقه وعقلوا على هذه المكونات وعاودوا استمعوا لها حتى بالمستوى العالي، الاخوان الباحثين في المختبرات وفي الجامعات. نعم، يعني هذه المكونات ديال الفلافونويد وهذه المضادات للاكسده. نعم، هذه الانتي اوكسيدانتس يعني كومباوندز. نعم، هذه هي حتى الاساتذه يحاولوا يجتهدوا ويعملوا في المختبرات، يعني كيف ما كان الحال يجب ان يعمل الجميع، ماشي يبقاو يتصنتوا كيف ما كان الحال. انا نتمنى يكون يعني باحثين اخرين وعلماء اخرين، ونتيقن ان هناك باحثين كثار في المغرب اللي يعملون ابحاث في المختبرات في الجامعات على هذه المكونات،
كاين في جامعة فاس، كاين في جامعة الرباط، كاين في جامعة مراكش، كاين في بني ملال، كاين في الدار البيضاء، كاين معاهد كثيرة وجامعات اللي كيعملون في هذا الاتجاه هذا. ولما لا، خصوص أن عندنا في المغرب أعشاب كثيرة جدا، ولكن خص هاد الأساتذة يدوزوا للطور ديال يعني خروج عند المستهلك، ما يبقاش هاد الأبحاث في المختبرات ولا يديها للمؤتمر ولا ينشرها ولا. نعم كاين التجارب اللي عملناها الآن على الفئران، ولكن وصلت للإنسان. وعلاش؟ لأن في النظام في الميدان الغذائي احنا ما عندناش طب الأعشاب، احنا عندنا الطب الغذائي. احنا في الأغذية عندنا واحد الميزة، أن ممكن نعطيو للأشخاص الأشياء ياكلوها ماشي نجربوا عليهم. هذا اكل، لان علي الحاجه اللي معروفه والناس كياكلوها، ممكن الناس غير نعطيهم طريقه كيفاش يستعملوا المسائل هذه، ثم غتكون عندنا نتائج من بعد. مش بالضروره يعني حتى نجربوا على الفئران ولا شيء، الا كانوا الناس كيعرفوا واحد الماده وكتستهلك، لكن استعمالها بطريقه مدققه وبكميه جيده ومع مكونات اخرى، يعني مع مكونات اخرى، ثم كنتبعوا هذه النتائج. بحال زيت ارغان مثلا، زيت ارغان اللي عملنا عليه بحث في الجنوب المغربي على عينه كبيره شي 400 امراه عندها الكوليسترول وعندها ارتفاع الضغط، ويعني كان عندنا المشكل الوحيد هو اللي كنا كنبغوا ناخذ الدم. كاين ناس ما كيبغوش يعطيونا العينه ديال الدم، ولكن ما علينا، خير ان شاء الله. كان تبين على ان تناول يعني مليحه، ولكن طريقه مدققه، ماشي الناس ياخذوا زيت ارغان. خاص العينه خاصها تكون اولا عينه تكون يعني تراعي وتحترم شروط البحث العلمي، ما خصهاش يكون ما تغش. يعني الشخص ملي كنقول ليه ما تاكلش لحوم، هما في الباديه كيتحركوا، ما كانش عندنا مشكل مع الحركه، النساء كلهم كانوا كيشقاو وكيتحركوا، ولكن من منعنا عليهم اللحوم والسكر. السكر كان عندنا مشكل فاش يحيدوا لنا السكر، كانوا كيتناولوا حشويه خزنا. السكر واللحوم، منعنا عليهم السكر واللحوم، وعطيناهم هذا زيت ارغان جوج ملعقات كبار في اليوم، ملعقتين كبيرتين في اليوم. ثم بعد شهر، يعني احنا ما كناش غادي نديروا شهر، ولكن غير بعد الظروف اللي خلاتنا نمشيو شهر. علاش؟ لان الشخص تقول اعطيني الدم نهار اثنين وتعاود ترجع عند الجمعه تقول اعطيني الدم، ما يبغيش. فهنا علي نتحايلنا شويه على الناس باش ما يتقلقوش لنا. كان معنا فريق كان في كليه العلوم بالرباط، كان في معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره، كان في ياباني. وهذا البحث هذا اعطى نتيجه باهره، ان فعلا بعد شهر لقينا الناس كلهم 90% كلهم اللي كان عندهم ارتفاع الضغط كان كلهم جيد. ارتفاع الضغط ما كانش النتيجه، ما كناش احنا عملنا على ارتفاع الضغط، الكوليسترول الناس اللي عندهم كوليسترول كلهم رجع التركيز ديالو العادي. هذا بحث يعني ميداني جيد. عطيت هذا المثال علاش؟ لان كل الاشياء ممكن نعملوا عليها بحث. واذا كانوا الاخوان في كليه الطب على الخصوص المركز الجامعي استشفائي الجامعي سي اش هو لا جدار البحث العلمي، علاش عندنا اسره؟ عندنا اشياء كلها في المستشفيات، عندنا في فاس، عندنا في مراكش، عندنا في الدار البيضاء، عندنا في الرباط، في المستشفيات الجامعيه. هذا هو الدور ديالها، خصنا نعطيونا مرضى. خصنا المسائل ماشي غنجربوا عليهم اعشاب، لا، يعطيونا مرضى باش نعطيونا نمط العيش جيد، ثم خصنا هاد النتائج باش نوثقوا حنا وباش نديروا منشور. باقي عندنا اشياء في المغرب اللي هي مع الاسف الشديد ما خضعتش للبحث كثير، بحال الزعفران الحر، وبحال الاشياء اللي خصها الحرمل اللي يمكن اخوان فاس اللي عملوا واحد يعني دراسه على الحرمل بانه يكبح سرطان. ولكن عندنا اشياء هذه الخشاش، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وما درأ لكم في الارض مختلفا الوانه. فهذه كلمه الوان هي المكون او المركب الكيماوي القوي في هذا الخشاش، انه اولا كيكون عن ملون بحال الكركم اصفر، الزعفران اصفر، بحال مثلا اشياء اللي كتبان زرقاء، الاشياء اللي كتبان بنيه بحال البرقوق الكحل، بحال الرمان، بحال التفاح، بحال الاشياء. يعني اما كيكون عنده لون كيظهر، اما كيكون عنده لون يتغير، بحال التفاح كيولي حمار، بحال البلوطي يولي كحل، بحال الزيتون يولي كحل، بحال اللي عنده لون. وهذه الله سبحانه وتعالى عطانا الخاصيه اللون، لان ما كانوش مختبرات من ينزل الوحي فعلي. يعني عطانا حاجه اللي كتشوف العين، حتى السماء ملي بغى يحاج الناس ماشي غادي نديروا طائره ونطلعوا نسولوا السماء، يعني اللي رفع السماوات بغير عماد ترونها، يعني هز عينيك راه غتشوفها، ما احتاجش بحث علمي، ها هي واقع يعني قبه فوق منك بدون 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 اعمده. فهنا لكن العصر الحالي هو عصر العلم، والحمد لله اننا عندنا واحد لائحه ديال الاشياء اللي خدمنا عليها، ويعني والابحاث نشرت في بعض الدوريات قويه مثل الجورنال اوف اسانشال وايلز في امريكا، وتنشرت في الجورنال اوف بايو تكنولوجي، وتنشرت حتى في هذه المجله ديال منظمه الصحه العالميه. نعم حتى هي مجله منظمه الصحه العالميه. وكاين هذا كما قلت، خاص هذه المسائل توصل للمستوى.